بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وصلت الآن إلى محافظة الأسكندرية السبت 23/10/2021 السيارة رقم 23 محملة ب 2 طن لحم صكوك أضاحي. عدد ما وصل المحافظة إلى الآن 78 طن. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم السبت الموافق 23 من شهر أكتوبر عام 2021، وبمقر مديرية أوقاف الجيزة تم وصول 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يبلغ ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة 74 طنا من لحوم صكوك الأضاحي. إنه في يوم السبت الموافق 23/10/2021 تم وصول الرسالة 15 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 56 طن. بسم الله، ونصلي ونسلم على الحبيب رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، تسلمت اليوم السبت 23/10 مديرية أوقاف القاهرة 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الإدارات الفرعية، والسلام عليكم.